السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبابي؟ إن شاء الله بخير طيبين. أنا ألعب بلاد بورن من زمان، لكن حبيت أرجع لها، وفي جليتش بسيط بالنسبة للإنسايت. أنا اكتشفته عن طريق اليوتيوب، واحد حطه، ما أدري إذا كان ما زال في أحد يلعب بلاد بورن أصلا، لكن أظن اللعبة جميلة جدا. أول شيء خلينا نقول القوانين اللي لازم تشوفها. أول شيء، شفت هذه الطيحة اللي هنا عند البياعين؟ واحد، خذ من الصندوق مثلا، اختار أي آيتم ممكن إنك تستخدمه. هذه الدودة اللي تكسرها، أو البلاد إيكو، اختار اللي يعجبك، ما عندك أي مشكلة. المهم، روح على الانسايت، في اكثر شيء اعتقد الناس يبون يجون. اول شيء ايش تسوي؟ حط الانسايت معك، اختاره، لا تستخدمه، اصبر. بعد ما حطيناها تجي عند الطيحه هذه، وانت قاعد تطيح تضغط زي كذا وتطيح. شوف، ما استخدمتها، وش اللي صار؟ ما زالت معي، اشيلها من عند ميجي واحطها بالصندوق. بعد ما احطها بالصندوق اجي هنا. طبعا لا تنسوا، لازم تحط هذه العلامه، اكيد تعرف هذه العلامه اللي هي ترجعك للدريم، ترجعك للمكان الرئيسي هنا، وبس تخسر كل البلاد ايكو عندك. هذا اللي انا سويته وغلط فيه، ما في مشكله، بسيطه. ايش اللي تسوي؟ تمشي على قدام، تضغط مثلث التتش باد على اليمين، وتضغط ايش؟ اكس 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 اكس. شوفوا كيف؟ استخدمت الماد مان نولج الكبيرة. مرة ثانية، قدام، مثلث تتش باد على اليمين. شوف، أول ما تطلع الكلمة هذه حط نو، وارجع خذها من الصندوق مرة ثانية، لأنك ما راح تقدر تسويها. بس تطلع لك جملة انك تستخدم هذه العلامة حتى تخسر كل شيء وترجع المكان الرئيسي هنا، معناته ما راح تضبط معك. نرجع مرة ثانية، شوفوا، نجي نسوي زي كذا، نطيح ونطلع من هنا، شيلها من عندي، اروح على الصندوق ارجعها. امشي على طول كذا، خليك ماشي على طول. مثلث تتش باد على اليمين، لوحة اللمس اللي في الايد على اليمين، و اكس 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 اكس. شوف، مثلث تتش باد على اليمين، ما تضغط دائرة عشان تروح هذه اللي فوق. بعدين مرة ثانية تحاول، شوف ما صار. شوفوا، طلعت لي هذه، ما اسويها، ارجع اخذها مره ثانيه من الصندوق. صندوق، احطها معاي زي كذا. هي تصير، سويتها 4 مرات ورا بعض، بس لاني توني بصراحه متعلم عليها، بس حبيت اعلمكم اياها مره ثانيه. شوفوا، اسويها وانا انزل، اشيلها من عندي، حطها بالصندوق. قدام مثلث تتش باد على اليمين، وهذا قدام مثلث تتش باد. شوف، مرة ثانية قدام مثلث تتش باد، طلعت لي هذه. شوف كيف، على طول لازم ايش؟ ارجع اخذها من الصندوق. بهذه الطريقة يعني يصير تقدر من دون ما تروح تفتح وحوش، من دون ما تعذب نفسك تروح تموت بعض الأحيان. أنا عارف إنه ممكن تروح للدنجنز اللي هي البسيطة الضعيفة، وأنت صار عندك قوة جبارة الآن، يعني أنا عارف هذا الكلام، لكن هنا أنا موجود، ممكن أحط على ميوت
اجي عند الصندوق وانا حتى قاعد اسمع محاضرة مثلا او شيء زي كذا، يا حبيبي حطها في الصندوق، ولا اسمع واحدة من الاشياء المفيدة لي، مو اغاني اكيد، انا اسمع اغاني مسلمين. شوفوا على طول مثلث تشفاد على اليمين، على طول مثلث تشفاد على اليمين، على طول مثلث تشفاد. شوفوا صار معي 54. مرة ثانية مثلث تشفاد على اليمين، طلعت لي هذه. وهذه الطريقة نسوي فيها الجلتش، آخر مرة نسوي فيها الجلتش بعدين نخلص الفيديو. هذا الجلتش بسيط جدا جدا جدا، حاول كم مرة وتسوي هذا بإذن الله. خليها معاك مرة ثانية، أوضح أكثر وأعيد التكرار مرة ثانية. خليها معاك، تجي عند الطيحة تستخدمها وأنت قاعد تنزل. شوفوا ما راح تستخدمها، شوف تجي هنا تشيلها، تجي عند الصندوق. وهذا الآن ما زال شغال يا شباب، ما صار له باتش لسه، ما شالوه. ما أظن راح يسوون أي باتشات للعبة أصلا، يعني خلاص الناس أهملت اللعبة كثير. في ناس يلعبونها على طول. مثلث هذه، مثلث تشفاد على اليمين. أوه طلعت لي مرة ثانية، نرجع ناخذها من الصندوق. فيها ملل شوي، الوحوش طبعا تروح تذبحها، فيها يعني في شوية إثارة في الموضوع، تروح تذبح وحوش حتى لو كان ضعاف، يتلم عليك كم واحد. أنا عارف، شوف تستخدمها تنازل. خلينا نرجع مرة ثانية نتأكد بس زي كذا، ما هي مشكلة أنا طحت تحت، سوى أساس اختصار المسافة. شيلها من عندي، حطها كذا، رجعها مرة ثانية بالصندوق قدام، مثلث تتفادى على اليمين. وهذا هو الجلتش يا شباب. أنا هدفي أبغى أجيب البلاند روك بصراحة يا جماعة، قليلة باللعبة و قليلة باللعبة وماني حابب يعني أقعد أمتر اللعبة 4 5 مرات عشان أجيب يعني 8 حبات ولا 7 حبات. هذه كمان مرة نحاول نسويها. شوفوا المهم هذا هو فكرة الجلتش يا شباب، ونشوفكم إن شاء الله، وأتمنى تكون بخير وفضل نعم الله سبحانه وتعالى. بسمك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.